مرحبا. عندما كان الشاعر الدمشقي الكبير نزار قباني سفيرا لسوريا في بريطانيا، كانت والدته ترسل له في مطلع كل ربيع ومع كل رسالة حزمة من عشبة الترخون. يقول نزار قباني: عندما ارتاب الإنجليز من رسائلي أخذوها إلى المختبر، وضعوها تحت أشعة الليزر وأرسلوها إلى سكوتلاند ياردز، وفي نهاية المطاف عندما تعبوا مني ومن ترخوني سألوني: قل لنا بحق الله، ما اسم هذه العشبة السحرية التي دوختنا؟ هل هي تعويذة؟ أم هي دواء؟ أم هي شفرة سرية؟ وماذا يقابلها في اللغة الإنجليزية؟ أجابهم نزار قباني: من الصعب أن أشرح لكم الأمر، فالترخون لغة تتكلمها بساتين الشام فقط، وهو عشبتنا المقدسة وبلاغتنا المعطرة. ولو عرف كاتبكم الكبير ويليام شكسبير عشبة الترخون لكانت مسرحياته أفضل. وباختصار، إن أمي امرأة طيبة جدا وتحبني جدا، وكانت وكلما تشتاق لي ترسل لي حزمة من عشبة الترخون، لأن الترخون بالنسبة لها هو المعادل العاطفي لكلمة يا حبيبي أو لكلمة يا تؤبرني. يتابع نزار قباني قائلا: عندما لم يفهم الإنجليز حرفا واحدا من مرافعة الشعرية أغلقوا محضر التحقيق وأعادوا لي ترخوني. للتوضيح، الترخون عشبة تشبه الزعتر البري الأخضر، يؤكل صباحا مع الجبن والزيت، يعرفه أهل الشام القديمة جيدا. بائعه بحارات الشام ينادي عليه خاين يا ترخون، لأن هذه النبتة عندما تزرع في مكان من الممكن أن تنبت بمكان آخر، قد يكون هذا المكان بستان جارك. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من قصة اليوم وعبرتها. إذا أردتم استخلاص المزيد من العبر من أربع قصص، أرجو منكم الاشتراك في قناة هل تعلم مع هديل، وذلك من خلال الضغط على مربع الاشتراك الأسود وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء.